حامد عز الدين. انا عمري ما قلت له حامد عز الدين، اول مره اقول حامد عز الدين، بس اللقب اللي دايما بقوله له الاستاذ، الاستاذ المخلص، الانسان الرائع، الاهلاوي حتى النخاع. هو بالنسبة لي الأستاذ، يعني أقول له إزيك يا أستاذ حامد، وبعدين أقول جملة كده فيقول لي لا، الجملة دي تتقال كده، تتقال بالأسلوب ده. يعني اتعلمت منه يعني إزاي كلام يطلع، إزاي كلام يتقال. فطبعا الأستاذ يعني كابتن مصطفى، أنت النهاردة عندك كنز كبير وتاريخ كبير وطويل في حب النادي الأهلي. أنا سعيد جدا إنه يعني هيبقى معاك فترة طويلة يتكلم فيها عن الكيان وعن النادي الأهلي بقيمته وقامته. هو أكتر واحد وأفضل واحد سمعت منه كلام عن النادي الأهلي. يا رب كده تكون حلقة جميلة مع الأستاذ. هتقول ايه للشاعر احمد ناجي؟ هقول له اخجلتني، والثناء اكبر بكثير مما استحق، فحبي للاهلي فضل للاهلي. انا مش عارف هقول لك ايه، انا ما بعرفش اتكلم باللغه العربيه الفصحى اللي انت بتتكلم بيها. ما هي دي القضيه الحقيقه، اني لا استطيع ان اعبر عن نفسي بالطريقه التي اريدها الا عندما استخدم اللغه العربيه. طيب قبل ما ادخل على نقيدنا الرياضي الكبير الاستاذ عبد المجيد نعمان رحمه الله عليه، وده انا بسميه من شيخ الصحفيين، كان هو كابتن نجيب المستكاوي وناس كتيره قوي كانت على الساحه الرياضيه، لكن هل في منشط انت كتبته وانت في مجله النادي الاهلي على النادي الاهلي ما زال في الاذهان لحد هذه اللحظه؟ ما هو انا طبعا كنت مدير تحرير الجريده بعد فتره. لا وانت كنت بتكتب كمان. لا وكنت بكتب مقال وكنت بعمل وصف للمباراه للماتشات وكده، لكن في مره النادي الاهلي كل المؤشرات كانت بتقول انه هو هيلاعب الزمالك هيكسب. كان اخر مباراه قبل ماتش الزمالك كانت مع الترسانه، الترسانه كانت في عزها. سنه كام؟ والاهلي، لما انا عشان افتكر يعني، بعدين انت اخونا الكبير فانت لازم تبقى واخد بالك. افتكرها لك. انت اخونا الكبير. لا العفو. فالاهلي كان بيلعب الترسانه في عزها والاهلي كسب 5-0. واخر مباراه للزمالك وكان بيدربه مدرب سلوفاكي اسمه هوتسكو. اتعادل مع غزو دمياط وكان بيدربها الكابتن ميمي الشربيني 1-1 بالعافيه. فكل التوقعات احنا النادي الاهلي هيعمل ماتش كبير وهيكسب كويس. والاهلي كانت في الفرقه توب يعني كامله، مفيش حد ناقص يعني. اللعيبه نزلت في الشوط الاولاني الحقيقه كان مش شايفه قدام، رجليها حديد. باستثناء كان ربيع ياسين الله يدي الصحة ويدي العمر، الباقي كأنه مش شايف. كنت أنا بلعب؟ مش فاكر بصراحة. لا افتكر بقى، معلش اشمعنى دي مش فاكر. المهم خسرنا الماتش في الشوط الثاني بجول لجمال عبد الحميد الذي كان منتقلا لأسباب من الأهلي للنادي الزمالك. أنا تقريبا فقدت الوعي. حزولة. فقدت الوعي. لغاية ما فوقوني وجابوا لي مية وكده، يعني إيه، كان المفروض أتنقل للمستشفى لأنه ما كنتش أعرف ساعتها إن عندي مشاكل في القلب. ألف سلامة. المهم رحت على أخبار اليوم، طلعت الدور السابع حيث مكتب كابتن عبد المجيد نعمان، قلت له أنا هبهدل الفرقة. أنا دولة يعني مش ممكن اللي حصل، بتاع مش عارف إيه، فنظر لي ضاحكا.
قال لي تعيش تعيش بعدين بعدين. اه كان بيقولها كلمه تعيش تعيش دي الله يرحمه فعلا. فقلت له يا كابتن، كنت انا ساعتها حصلت لاول مره على الجهاز بتاع التسجيل ده، لا الفيديو، فيديوهات كان عندي يعني جاي لي. فقال لي يا عم انت عندك جهاز اسمه ايه، كان مش فاكر اسمه والله، فيديو كاسيت يعني. ايوه فيديو كاسيت. فقال لي انت عندك الفيديو، اتفرج تاني على الماتش بس وانت هادي، ما تتفرجش وانت كده، وبعدين يبقى قول لي انت هتكتب ايه، واللي انت هتكتبه انا موافق عليه. خدت الشريط عشان تتفرج على الفيديو؟ لا يعني ما هو انا كان بيسجلوا لي البتاع في البيت. واخدت الشريط اتفرجت على الماتش، فكتبت واحد من احلى الموضوعات اللي كتبتها. كتبت فيها لاني قلت ايه؟ اي بس انت اتفرجت عليه تاني بعد انت بهدوء. انت لان في اعتقادك مش عاوز الاهلي يخسر طبعا. لا انا كان الخساره هي السائده بالنسبه لي. طغت عليك بقى. فانا اتفرجت على الماتش فلقيت فيه فرص كتير جدا راحت من النادي الاهلي. فقلت بعيدا عن النتيجه مباراه الاهلي والزمالك بعين اخرى، وقلت بقى في الدقيقه كذا والثانيه كذا حصل كذا والدقيقه كذا، فاتعمل على الدوبل في الاهلي، وساعة ما اديته للكابتن نعمان قال لي انا كنت عارف انك هتعمل كده. يعني الواحد انت بمعنى انت بتقول حاجه دلوقتي، معنى ان اي حد بعد اي موضوع او اي عصبيه او اي حاجه لازم يتريص شويه ويشوفها بنظره تانية. لانه انت هتشوف الدنيا سودة، بينما الحقيقه انا لما اتفرجت تاني لقيت حاجه مختلفه. تعال بقى، انت فكرني بالكابتن محمود الجهري رحمه الله عليه. الله يرحمه. كنا بنعمل ماتشات ساعات بنلعب البلاستيك، وعملنا ماتش بلاستيك خسرناه 1-0 من لعيب كان في البلاستيك اسمه شفة، ومسكين الفرقه دي ال 90 دقيقه بنلعب في ال 18 في البلاستيك، واحنا بقى كنا طالعين متعصبين واحنا كنا وحشين واحنا واحنا واحنا. تاني يوم الكابتن جوهري جابنا بعد المباراه وهو ما نامش، جاب المباراه ومنتجها لخصها كلها وقال لك انا عايز تتفرجوا على نفسكم، انتوا امبارح كنا قبل ماتش اهلي وزمالك، دي برضه بترجع الثقه، فاتفرجوا على الماتش.